أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وليت ولعل من الحروف المشبهة بالفعل إذا دخلا على المبتدأ الذي يصح دخول الفاء على خبره، مانعان عن دخوله عليه، لأن صحة دخول الفاء عليه إنما كانت لمشابهة المبتدأ والخبر للشرط والجزاء. وليت ولعل يزيلان تلك المشابهة، لأنهما يخرجان الكلام من الخبرية إلى الإنشائية، والشرط والجزاء من قبيل الأخبار، وذلك المنع إنما هو بالاتفاق من النحاة، فلا يقال ليت أو لعل الذي يأتيني أو في الدار فله درهمون. متن كافية كشهر أو ندبه وليت ولعل بالاتفاق، عفو، وليت ولعل مانعان بالاتفاق. متن كافية كه بدرسي كي تازل درس كاني جامعة تومو خزمت إيوي خوشويستو زيادة عزيز. بحث من لو نوع مبتدائي بو كوا فيدة شو سر خبركي بدليلي اوكا شباهتك لمبتدأ كده هي بشرتها. عندي قصبان كل درسي بيشو ده وتوزيحاتي كي باش من ده استي چندان شدهن كمانا لوي احيانا اگر فرضا بمان هوي في بخين سر خبري مبتدأك تنشد هن مانعن لامبرن بربستن لبرابر داخل بوني في وصر خبري مبتدا لوانك باتفاق قصي لسر اللي تولع عليا هن دشتي كشماني ام هن دشتانيك جي نقاشو اختلافي علمان اللي فيش يشو جناب ابن حاجب اواني باسكردوا كب اتفاقي زانايا مانعيك بربستيك لبردم داخل بوني في وصر خبر لو أنا دفرمي وليت ولعل من الحروف المشبهة بالفعل إذا دخل على المبتدأ والخبر الذي يصح دخول الفاء على خبره، مانعان عن دخوله عليه. عشر ليت ولعل لو حرفانا كحروف مشبهة بفعل تبعة كاتي شو نسر مبتدايا كدرستا داخل بوني في على خبره بوصر خبري أو مبتدايا وقت يعني لأصل مثلا مبتدايك من هي تبع شابك متضمني معنى الشرط تباشا إيه صحيحة وكو مبتدا لخبرك إذا في ببيت بلان دقتك باشان إيما أو مبتدايك متضمني معنى الشرط وكو لدرسي بيشوا بعصمان كر ليتي أخي نصر لحروف مشابه فعل نواسخ طبعا لعلي لأخي نصر إيه باشا على وقتك أو ليتو لعلي لحروف مشابه فعل شو نصر مبتدايك كصحيح ده بداخل بوني في بوصر خبري أو مبتدأ هي كتتوب خبري خبري تتوب مبتدأك أو ليتولى على مانعا التي عن دخوله عليه هي دخوله برنو بوفاء هي عليه برنو بخبر مانعا ليتولى على لداخل بوني في بوصر خبري مبتدأ هو كاركيتي أما هو كاركيتي هو كاركي زور عقلانا لأن صحة دخول الفاء عليه إنما كانت لمشابهة المبتدأ والخبر للشرط لبر أواد رزبوني داخل بوني في عليه بوصر خبر أعوى هيكات يتدبار بخبر لبر أواد رزبوني داخل بوني في بوصر خبر لبر أوابو تكو تنها براستي تنها وتنها لبر أوابو كمبتداكا وخبرك شباهت يامو بشرط بتزاو مبتدا كمان حلقري معناي شرط بو وخبركش وكو جزادتو ايه باشا حالتي سببيتي اولو مسببيتي اليوم لأعرادا بو وكو باسمان كر دي لبر او تنها وتنها فقط وفقط لبر چبو لبر او بو مبتدا وخبركش شبيه باب جنب بشرط بتزاو ايه زود شاكا وقت الشبيه البشرة بجزاوة وليت ولعل يزيلان تلك المشابهة بلام ليت ولعل أو مشابهة كواهية تشيليكا لايدبا أو مشابهة كهية لايدبا إذا تشاكا
شونك لأنهما يخرجان الكلام من الخبرية إلى الإنشائية لبر شي لايدبن لبر أوي هما تتوب وليتلو عن ليتلو لعلا كلامك لخبرية ودردين بلو إنشائية ديبن مثلا بونمونا أجر مبتدايك لقال خبريك الأول ومثلا تقولي بفرز مثال وفرز كندلي ليت مثلا زيد قائم أما جملة خبرية بلان ككتد ليت زيدا قائم باشا أصلا كلامك لشكل حال وضع خبر دا نامينه برو إنشاء ديبا چونك التمني لقال ترجي لمعنى إنشاء دا لمعنى خبر دانين لواقع دا إيه لبر أوى أم ليتولى على كلامك لخبرية والدردين برو إنشائي دايبا أمج لحالك دا والشرط والجزاء من قبيل الأخبار أم شرط جزاج لقبيل وقماشي جملة خبرية چونك جملة شرط دا فقط خبرية بيت باشا بلان إشكال نية جاريوا دكري جزاء إنشائي بيت هيجي مشكلة نية وكما ديخويني اللي إدامة دا إن شاء الله لكاتي غدا قينا بابي فعل او دا همانا ولا كتب كان انك شاخ ما مثلا جاري وجزا كمان فعلي طلبة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني او كجزايا او اشكالي تدانية كطلبة كإنشايا بلان شرطنا شرطنا دكري جزا هندي جار او امني فرمون انها دكري جزا هندي جار قيناك خبري جنبي بلان شرط حتما دبي خبر بيت بما ناكري كي ايما الشرطي اللي بكين بيكين بإنشاء نابي نابي دبي الجملة الشرطية دبي فقط بي هميشة خبرية بي خبرية كامية او ايك محتمل صدق وكيز با دكري او خبرة او حكمة كلنا او جملة خبرية لها دكري وابي دكري وانا بد او جملة إنشاء غيري او ناكري بقرار قتلي باشا ازر ساك زور بجيه بلا زور تاك وذلك المنع إنما هو بالاتفاق من النحات أأم منع بوني ليتولع لا لداخل بوني في بوصل خبري مبتدا باتفاقك كلا نحو كان وبدا صادوم اتفاقه باشا فلا يقال ليت الذي مثلا يأتيني فلو درهم أو مثالك لصلا آوايا لكتبك دعو نسرا والليت أو لعل الذي يأتيني أو في دار فله درهم أصل أهوايا بلان دبي ليش ينجاوكي أهوايا ناك تواني بلي ليت الذي يأتيني فله درهم يا مثلا ليت الذي في الدار مثلا فله درهم يا لعل الذي يأتيني فله درهم يا لعل الذي في الدار فله درهم ناك لفلا وقيدة أو توا إذا تشكر يعني مثالك ببي في كذب مثلا تفهم بلي لعل الذي يأتيني له درهم مثلا شيء شهر فإن قيل باب كان وباب علمت أيضا مانعان بالاتفاق فما وجه تخصيصي لعليت ولعل سائل معترس إرادة لا ابن حاجب قل بأن توفر مد وليت ولعل مانعان بالاتفاق يعني أم اتفاق تخصيص لبردم تخصيص ذا بليت ولعل كفرمود ليت ولعل باتفاق زانان مانعا لبردم داخل بني في بصر خبري مبتدا دي ولحالك أخو أم بابتا لبحثي لبابي كانوا بابي علم تشك أفعالي للأفعالي قلوبا لماذا ده أتونات واني لبابي كندا في بخيت أسر خبري كان لبابي علم جودان أتواني في بخيت أسر مفعول دوم كلمة خبر كلا أصل الله باشا إيه دخو ما هل يتولى على دين بو فق اللي يتولى على الباسكت بو تي إشارة يكد مثلا بكانو ببابي علم جودانك باشا جالبة دالية فإن قيل أجل قترا يعني لباب اترازا قترا باب كان وباب علمت أيضا مانعا بالاتفاق هم بابي كان هم بابي علمت هد أيضا يعني وكو ليت ولعل مانعا أما نجمانا باتفاق علماء
لبردم داخل بوني في بوسر خبري مبتدا دي فما وجه تخصيص ليت ولعل دليل او كتو منعك تخصيص كرت تايبت ذكر با من او كمن عافيه بتتسر خبري مبتدا تخصيص داب ليت ولعل او الدليل شي او او لكر باشا قيل لجواب دا قتري يا قتلا وتخصيصهما ببيان الاتفاق إنما هو من بين الحروف المشبهة بالفعل لا مطلقة ووجه ذلك التخصيص الاهتمام ببيان اختلاف الفاء واقع فيها قتلا لجواب دا أو قتلا وتويا أنا تخصيصي ليت ولعل باشا أو تخصيصهما أو هما بولت ولعل قتلا تايبت كردني ليت ولعلا با اشكرابوني اتفاق كمانعا لبردم داخل بوني في بصر خبري متدا اشكرابوني اتفاقا لبر فقد اواهي كلبيني ام اتفاقا لبين حرف مشتبه فعلا دا هيا يعني ام اتفاقا كهيا بالنسبة ليت ولعلا اتفاقا بالنسبة حرف مشتبه فعلا وهيا يعني ليت ولعلا اتفاقيا لسريا كناتوانا في بتتصر خبري متدا لا مطلقا نجيب مطلقي فقط وفقد ما بس هو بحر تنها ليت ولعل مانع نانا لنا حرف مشابه في لا اتفاق نسأل أو يك ليت ولعل مانع نجيب مطلقي أو أم داوت ذلك التخصيص الاهتمام ببين اختلاف الواقع فيها دليل أو تخصيصش كبين حرف مشابه في لا با ليت ولعل على دراوة اهتمام جرينجي بيدانا با رون كرنوي اختلاف كواقع الشدة فيها لحرف مشابه في لدا هكذا حرف مشابه في لتاتو يعني بو تخصيص ليت ولعل ليدا يعني ليت ولعل لي تايبت كبو مانع بونا لبردم داخل بوني في بوصر خبري مترادا لبر اويك جرينجي بدا بشي با او برون كنوي او اختلافك لنا حرف مشابه في الفيل دا هيا بالنسبه او كاني كو مثلا لسر ان اختلافه لسر لكنها هيا بلان بوني من لسر ليت ولعل هج اختلافك نيا او اما دو قسمان هيا كتي بابي كانو بابي علمتوش امانش مانعا لبدم او داخل بوني فيه وصل خبري متلالا باشا ايه اما امان بابي كانو بابي علمتو كلية ولعلنين كلامك دا خبرو برنبو انشا بلا مانعش اما نكتيكا بابي كانو بابي علمتو مانعا لبردم داخل بوني فيه وصل خبري متلالا وكلية ولعل الى تولعل قتلا لبر اوي لانهما يخرجان الكلام من الخبرية الانشائية بلان ما نعبوني كانوا يعلمتو لبر أوني ككلامك لإنش لخبر دبن بو إنشاء باشا إيه ما لبر أوني كعلم علم كمستري علمي وكون كمستري كان يا أمانة دجاتيان لقل شرطها هي لتيدا لودا كهم كان كهم علمتو دلالة كان لسر أو كما بعد كان حتما حتما متحققة صورتي قرتوا رويداوا بابتكا وإتر توابوا بلام شرط دلالتك لسا تعليق ناكري ما بعدي كان ناكري ما بعدي علما شرط بي بوتنك ما بعدي كان علما دلالتك لسا أوا كأمشتر رويداوا باشا بلام شرط هربوني شرط دلالتك لسا تعليق باشا دي علم كون دلالة دا كان لسر تحقيق شر دلالة دا كان لسر تعليق اتناك اللي يكاتا هم دلالة كان لسر تحقيق هم لسر تعليق شو كان تحقيق والتعليق دوشتي لك جان شر دلالة دا كان لسر اوك توشتا كده بس تيو بشتك مثلا ان قمت قمت مثلا هستاني خود دا بس تيو بهستاني ترفكت او تعليق يعني اجل تو هستا الى اهين دا أمن جلصم أجر أجر بلانك توتت كان زيد فاضلا إثبات فضل زيد تدات هذا أتونات وين الشرطيك بيني ليردا ويبسي مثلا بلاي ولا زيد فاضلا أجر أعوبنا أجري كدانية بحث لك دنيا النار نار بقراري قطعي باشا أما نكتيك لبر أو مانعا دليل أصل كان أويا باشا كم إشارتي بينك أذات ساكم وباشا وفرمي أمشي أن لسان أم نكتش ووجه ذلك التخصيص الاهتمام ببيان اختلاف الواقع فيها دليلي
أو تايبت كدني منعك بليتو بلا علا فرمين جرينجيدانا برون كرنوي اختلافك هيا فيها لحرف مشابه فعل ده باشا يعني الدليل أو كليتو لعلا تخصيص دراون تايبت كلاون بو منعي بمنع كدني أمانة لبردم داخل بني في بصر خبري متلادا لم دوانا دا اتفاق يعني ديه بيان اتفاق كبكا بالنسبة لحروف مشابه بفعل يعني لنا حروف مشابه فعل دا لبحثي لبابتي اللي تولى على علماء يجنزرا باشا يعني كأم دوانا باتفاقها مزانان معنى أن لبردم داخل بني في بصر شي بصر خبري مبتدا باشا بلان لعين حالج دا أو تخصيصا كدرا وبلي تولى على رون كنوي اختلاف هناك وكيكي شي تي دايا كلنا حرف مشابه بفعل دايا لغير اللي تولى على دا باشا اذا اقرني فرموايا بالاتفاقي او فهما ندك دا كلا بقية حرف مشابه بفعل دا مثلا خلافها اقها بيقوتا ولي تولى على مانعاني مثلا قماني او ندتوك لناو بقية حرف كاني مشابه بفعل دا لبيني باقي حروف كاني مشابه بفعل دا بلين اختلافها بلا وقت الليلة دلين اللي تولى على اتفاق هي لسر او كنا هي لن في بسيطة سر خبري مبتدا معنى اوه لو كان كدا اتفاق نيا برق بيان وايا دكري خبري مبتدا في لسر بي بنسبة انو انو لكنو امانو باشا برق بيان وايا ناكري لسر بي يعني ديار اختلاف اليو دا يعني اوكي ابنو حاجي برحمن بي بالاتفاق هنا و لخوني هنا و او نكتزري في تدايا ك يقدنجي علماء هي لسر اللي تولى على كما أن لبردم داخل بني فيه وصل خبري مفدا واختلافي علماء جدقين لبابتي أواني ماونه لنا حرفي مشبه بفعل دا وكو استي قوشيش لبحثك تا والحق بعضهم قيل هو السيبويه قيل هو السيبويه إن المكسورة بهما برق لزانان برق دلن سيبويها قتلاو سيبويها أوبرا لزانانا إن مكسورش يعني ملحق دوا بهما أي بليت ولا علا الحق يعني كلوا بليتو بعلا ولا تدا في المنع عن دخول الفاعل الخبري لما نعبون لبابتي داخل بوني في بصر خبري مبتدا وكتوانا إنش مانع أجر مبتدا كمان كإني توتسروب وتاسم إن متضمني معنى الشرط بو إنما مانع لبردم داخل بوني في بصر خبري مبتدا باشا أو برق العلماء أو أنقتوا دلیلشان ظاهرا آواه هنا و توانی کتی آنها لبر آوا شد صدارتیه بخوی آو دی بداخل بونی اینا بصر آو شرته باشه لواقع دا صدارتی باطل بود توانی زور باشه ادوقت صدارتی شرته که باطل بود توانی یعنی آو مبتدعیا اللي كان هنا كان أو متلايك هالجري معناه شرطه وكو أداة شرط داري صدارة أو اشتاز داري صدارة دبي. دي وقت إن ده تتسلي صدارتكي هل ده وشيء توا باطل ده بتوا كوقت هالوشايوا اتت هذا مبتداك هالجري معناه شرط نبي وكو جاري جاران دوشاري ضعفو سستيو رخوتك دبي بقول العرب دلنا سستيك روجي دكاه تازا نا توانی و کجاری جاران هلگری معنای شرط که به آشت سکی جوانه. از آن چاک باشه. بلان و الاصحو انها لا تمنع عنه هی عنه برنوا بو عن دخولی فاعل الخبری. تمنعش فاعل کی اتتو بو انا. اصح اوی که انها انا مانعنا به انا عنه لداخل بونی فی وصل خبری متداک بو لانها لا تخرج الكلام عن الخبریت الى الانشائیتی. لبر اوه إنا هكذا تتوبوا إنا دبالة لبدأوا إنا كلامك لخبرية وبرو إنشائية نابا بلان دليل دليلي أو عدك مكتويانا إنا ما نعلى بردم داخل بني فيه بصر خبري مبتداك دقيقا أويك هر أوي عرزم كردن أو مبتدايك هل قري معنى شرطه وكو اسم شرط داري صدارته وقت إنا أتشت سري صدارتك هل دوشيته وباطل دبي بباطل بونوي صدارتك زعفي وسستيق روتي لك لو كهالجري معنى الشرب وكجاري جارا أأوي بحثك باشا إيه بلا هندك فرمي أنا
بيجمان أم 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 قوليك جناب شارح دفرمي لأنها لا تخرج الكلام عن الخبر إلى الإنشاء برق قبولنا كان لواقع ده باشا شون كدلن التي منعك لو دا خلاصة نابي تواني كبوية مثلا إنما نعبي ولا لبل أويد بي حتبا شون كلامك لخبر ولو إنشاء دبا ديخو أم نايبا بس كوابي إن مانع نبيد ألن أم دليلا دليلي منعك ناكلي حسري كي تولى بر أو أوانا ككلامك كان لإنشاء ولخبر وبربر وإنشاء معنى أن لبردم داخل بوني فيه بوصل خبري متدا أواناش ككلامك كان لخبرية ونبربر وإنشايا من إغنية لبردم داخل بوني فيه بوصل خبري متدا يعني بردلا ناكلي أم دليلا لو دا خلاصة بكري توانا دليلي منعك وكباس ما قد علمتو كانش معنى أن لبردم داخل بوني فيه بوصل خبري مبتدا برام لقل أوجده كلامك لخبره وبرو إن جانبا إيوانيا أوي بحثك إيزو تشاك أوي بحثك إيزو تشاك دكرة دليلك أوي بيت كوكو من أرزم كردن أو برا لعلماء كتيانا إنش ملحق بليتو لعل ولا أوي دا كمانع لبردم داخل بوني فيه بوصل خبري متلا ده هر أوي كخب مبتدايك كهالقري معنى شرطة وكو أداتي شرط بيقومان صدارتي لبي بداخل بوني إن بوصلي صدارتك دفوتيو إتر هالقري معنى شرط بونك بو أو مبتدايا ضعيف لاوازيكي بودية تبيشوا سستغروت يدك أو يبحثك باشا إيه ويؤيده تأييدي أو أصحاك هيكاتي توبوصاك أنها لا تمنع عنه أما فرمدي جامية قوله تعالى فرمودي جامئة ويكدلي أصح أويك إنما نعني لبردم داخل بني في بص خبري متدادة أيش أوي أم آت تأيدي أو قولي أصحك كقولي خوي تعالى أويك أفرمي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به إدامة آتك آوايا ليرك أنا دا مثلا الذين الأصل مبتدايا باشا موصولة متضمني معنى شرطة شونك إبهام عموميتك للشرطة هي الرق لموصولات جداه وكوبيش البعص ما كبرون داي ماتوا أو إن الذين كفروا كأو صلة الذين وماتوا بعت بيفت صلة كيتي هم كفار نوع جملة حالية باشا فلن يقبل أو جملك خبر بوتي بو إنك لأصلك خبر الذين توفيت وتسري بلان أوانك تأيدي رئيسي بو هي كان عادة أولاً كاك أنفيا في جزائينيا أو فيني كالتي تسر جزا سر جزاء الشرط يا جواب الشرط أي أنفيا زائدية باشا يا نخي بو تعليل فيك باشا أو وخلاصة كلام خبرك محذوفة مثلا برق أوان قلت أو خبرني أصلا إيه باشا بلان أويك جي قماني أويا جناب السيبويه زائد بوني في بلاوة دروزنية إيه باشا بلان دكري لبرابر أم قصي جامدة أواني كباور ينبو نبيت كإن معنى أواني كباوريان بوهيا كإن معنى على بردن داخل بني في بوصل خبري متدادة باشا دتوان بلن أويك بلي أمدير كندا فيك عاطفية عطفي جملة إذا كانت بوصل جملة إيشك بلن حرق سكي جامي جوان تردي لير كندا شونك عاطفة بونك وأنبابتانيك أكثرا كهندراوة توزه تكلفي تدا بين الله باشا تكلفي كي تدا اما يبحثك بلام او فرمودي جامي واقعا وقتيت وتماشيدكي يعني اسانترو سادتر خودن ويني وهميشه لبحثي قواعد اهم يكشف بال نظر بجرين ك صعيب كري أو بابتانا كآسانا
گریو گول یان تیدانیا براستی نازانم بلم چی بلم او خوشترن اوانه باشترن تا او کوی تو بینی دسکی به توجیهو کومل تأویل او بابتانه ایزو چاکا اوانش که دلن زائده شاید دلیل کان او بکم آین وده انودو یک لآین ودو لآین وده های ان الذین کفروا بعد ایمان ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم یعنی دو آیت آین ودو نودو یک لپنا یک دایا باشا لوی اولیان دا که آین وده لن تقبل هاتوا ببی فی لآهای دوام دا چی هاتوا فی هاتوا یعنی آ اوده کده بمشیوا شتیکی دروز وی ابو جوریا بلان وکو عرضم کدن بلای سیبه و فی زائده بونی نیه بلان بلای کسانه که وکا مثلا فی کبه زائده بزانن ولا انی عفو یعنی واقعا اوشتا دروز درده لواقع ده اوشتا دروز درده یعنی بلای اوانه وکا بیان وای فی زائده بچون که او دو آیتا لپنایک دن لپنایک بونکان ده او یکا لچند بی فی موصول خبر مبتدا کما هر موصول باشه هر وک او دوم او بحثک بلان او دومیان تماشا کی فی لسلف فلن او دومیان او اولیان لن یعنی او دکرید بلین بلای اوانه وک رایان و کنخیر ان مانع لبردم داخل بونی فی بصر خبری مبتدا ده یعنی دکره امر یان بهن ور بجیره بو کبلین فیک زائده بو چون که بدلیل اوا لایتی اول دا ک آینه ودا به فیهاتوا باشا بلام لایتی دوم دا به فیهاتوا معنی اوا ک امشتا دکره دوا توجیب کری ک ام فیه لرکاندا فیک بلین زائده بیت هرچن دکره توجیهاتی چکش بکره بوا بلا من هر بونده اکتفاعت کم لیره کانه دا ایتر دتان سپیرم بو تفسیر عربی کن ایتر اونده بلا مو کافیه زور چاکه فین قیله قد احل قل قد احلحق بعضهم ان المفتوحة ولكن بليت ولعل فما وچو تخصیصی ان المكسورة بالالحاق باشا اگر پرسیار بکره بلن که خو هندی چکل زانان انی مفتوحشیان لیکن نشیان الحاق دو بلیتو لعلو یعنی کتو یعنی و کچون لیتو لعلمان عن لبردم داخل بونی فی بوسر خبری مبتدا دا باشا لو لاشو هر بزرگ یعنی انشر مانعا دی وقتی گوایا دوباره بوچی دلیلی تابت کدینی انی مکسورا با الحاق و چیا مثلا ابن حازم لما تنكا اكتي وليت ولعل معنى انا بالاتفاق فاشا فرمي والحق بعضهم ان بهما دي وقت برشك العلماء بيان وايا النش هر ملحق بليت ولعل لكن نش هر ملحق بليت ولعل دليل تشيا لو موارد اختلافي انا دا ابن حازم فقد باس انك بباسي انينك بباسي لكنينك اوانش كبيان وايا ان ملحق بليت ولعل لكن نشروا ظاهرين ابن مالك برحمة بك كم ليلة داناوي زانه كان كم تبدأ بأم قيل بعضهم بلا بركيان الله نعلم قيل بعضهما بلا ابن آواهة قيل بعضهم أول صلى بك قال بعضهم بجونك أدبت ما شاء نسخيك بكم دواتر بهر حال اگر وابو بحثنا كما اگر شوان ابو ارسانتهم قيل بعضهم الذي الحق ان بهما هو سبوه باشا فاعتد بقوله وذكره ولم يعتد بقول من سواه فلم يذكره بله اوا جوابی امپرسیار ده ده توانه بوچی ابن حاجب لا غیر لیتو لعل ده فقد باس انیکر وفرمی انم الحق بلیتو لعل و لودا کمانع لبردم ده خلبونی فی بوسر خبری مبتداکا بلان باسی انو لیکن انیکر
لجواب بركتويانا أويك إني إلحاق دو بيهما با ليتولى علوهما بو ليتولى على تيتوانا سيبويها لنتيجة دا فعتد فعليك بمصنف لسيتو لنتيجة دا مصنفك ابن حاجب فعتد بقوله اعتباري بقول سيبوهي كدوه وذكره وقول سيبوهي ذكر كدوه هي قوله هي ذكر سيتو بو سيبوهي جناب ابن حاجب باور متماني بقول سيبوهي بو باسي كدوه بلام ولم يعتد بقول من سواه اعتباري بقول غير سيبوهي نكدوه هي سيبوهي دو سيتو دوار بو سيبوهي فلم يذكره باشا إيه غيري سيبوه ذكر نكدو هي يذكره أتتو بمن سوا قولي أوانك غيري قولي سيبوه يان هيا أو ذكر نكدو شوك بلاي وضعيف بوا إيه مع أن القول شكل القولين لا يساعدهما القرآن وكلام الفصحاء لقلو شاهدوا قولك هم قولي سيبوه وهم قولي أوانك قرآن يارمتيان نادا وكلام فصحاء يرمتيان نادا باشا فما يدل على عدم منع إن على عدم منع إن المكسورة عن دخول الفاء على الخبر ما سبق ماي فما ما يدل أو ماي موصول مبتدا أويك دلالة دكا لسر أوك ما نعني إن مكسورة لبردم داخل بوني في بس خبر مبتدا أو بوك سبق رابورت يعني شعره كهنا يفرم ويؤيده إن الذين كفروا وماتهم كفار فلن يقبل منهم باشا فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهابا ولا يفتدى به أو باشا سليرا كان دا أو لواقع دا ديتمان بلاي جنابي شارحة واشتكي جوانيش لواقع دا وقطعا إيه لا نتيجة دا أو ما سبق يعني أو آتك جزرة أو لو بيش جزرة بيقمان دلالة دكالة سلو كإن ما نانيا لبردم داخل بني في وسط خبر مبتدا أو الذين مبتدا كيلة صلا كيني لسلا لن يقبل أو خبر كيو في شيء تسر إيه وباشان وما يدل على عدم منع أن المفتوحة ولكن عن دخول الفاء قوله تعالى وأوش كدلالة دكا لسر أوكا مانع لسر مانع نبوني أني مفتوحة ولكن لبردم داخل بوني في بصر خبري مبتدا قوله تعالى وما وما يدل مبتدا قوله تعالى خبركتي اوي دلالتك على سر ما نعنبوني اني مفتوح لكن لبردم داخل بوني في بصر خبري مبتدا ام فرمديا باشا وقول الشاعر ام قصي شاعر قوله عطف قول الشاعر اثر وقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه أو أنما غنمتم ما كما مسؤولية تعالي دقيقا أو أن لله خمسه ها أو دبيت خبرك ديل عين حالج دا فتوة السري يا قول شعروك أو فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكنما يقضى فسوف يكون سيومخوا من جانب موليتا كحالم وابد رقم بيت لأيوة بلام أوشتيكوا يقلى قضاء كرابيت فسوف يكونوا دبيت شاد قضاء أو بيت كوا من لأيوة جاوبنا وكوان لا 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 برقو تشينانيا لأيوة أو يا بحثك إيه ليرا كان دا وكو دبيني يسي والله أو قسمك يزور واضح رونا بلا ما فارقتكم أو جواب القسم أو كلن جواب القسم شاهدك لسل لكني أما لهندك أمشال لهندك شوين ده هاتو تواني بوويك لكنا لكار كوتبت شون كما كما يتبت ما كافة بيت بلا أو توجيها أو إسلالة عموما غلطة يعني أقريش بدرس دابن دريب بل بل بليته لعله بالتكلف وبمشقة بدل زاد نشتكي صريحني باشا ليرا كندا ما لكنما أو ما بيجمان ما يمصولة اسم لكنيا نج ما يكافى بحرف بيت أو باشا دول ليرا دا دبيني ما كما يمصولة متضمني معنى شته لكن إلى سلو خبرك شي سوف يكونوا فيت وتسليد الله فسوف يكونوا ليرا كندا
کوتاهی به بحث که من دیانین که داخل بونی فی با سر خبری مبتدا بو کمال تفاصیل ما و ایتر خودن حالی ببدن لجتیش کی ام آیتان لکتب عربی کانی قرآن دا گرانی کی ببکن بو خودن و کو تحقیقه انشاءالله بنتیجه بگن لی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.